الراجل ده حس بألم يا جماعه في جسمه وان في حاجه غير طبيعيه فيه، راح للدكتور عشان يشوف في ايه، وكانت دي المفاجاه. شوف يا جماعه يطلع ايه منه، حبايه بس فيها حاجه غريبه جدا، زي ما يكون فيها حاجه يعني حاجه حشريه، يعني حشره كبيره جوه في جسمه. شوف الفيديو الاخر كده يا جماعه وشوفوا هل صادفت حد من قبل يعني بنفس الطريقه دي ولا لا.